إلا يعني ما تفتحوا هالموضوع أبداً ها؟ وبس في أحسن من نبهه كمان ما يغلط بشي كلمة. أيوة زينة، صباح الخير، أو بالأصح الحمد لله على السلامة. صباح النور. هلأ حكيت المحقق، شو الموضوع؟ صار كتير شغلات. رجع هرب ما هيك؟ إيه نعم. شو بده منك هالزلمة؟ ما قدرت أعرف، بس حبيت سايره لبعد خليل عن الموضوع. لكن قدر يعرف إنك الراس الكبير، ولما فقد أمله بسميح دق لك. زينب شو بكي انتي؟ عم تعرفي شو عم تقولي؟ كأنه عم تحققي معي؟ أكيد لا، هالزلم كتير خطير، واحد مجرم، عم نبهك لتبعد عنه. ماشي ماشي ديري بالك. اليوم رح اهتم بملف سميح وحبيبته، عم قول لو نحكي شوي بالموضوع. زينب أنا تعبان وما نمت. فهمت، لو حكينا كان أحسن. هلأ عندي شغل زينب، روحي ولا بعدين، ماشي؟ ماشي، ما رح أضغط عليك بنوب، بعدين منحكي. طيب شوفك بعدين. لهلأ ما عم بقدر أفهم ليش هذا لاحقنا. مين لاحقنا؟ مدحت بيك. ممكن توقف على اليمين؟ لك شغلة فاضية لا تشغل بالك فيها. ساهر وقف لي هون. انت شو عم تعمل؟ ليش عم تلحقني؟ شو بدك مني؟ فرقني بقى. ما فيك تنكر اللي صار خلي. انا ابوك الحقيقي. ابدا. ليك شقفت هالورقة ما رح تغير شي بحياتنا، فهمت؟ ولا شي. لو أنا عرفت الحقيقة من زمان كنت غيرتها، كنت غيرت كل شي. دخلك لو كنت بتعرف إنك أبي كنت تحولت لإنسان منيح؟ ها؟ معقول تزبط؟ اسمع